في قداس احتفالي ترأسه سيادة المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية المونسنيور بيير باتيستيا باتسبالا في دير راهبات الكرمل بمدينة بيت لحم. تم إبراز نذور الأخت فريال قراعة لتصبح راهبة في الرهبنة الكرملية. المزيد في تقرير مندوبتنا في القدس مارلين الحدوي. في احتفال مهيب نذرت الأخت فريال قراعة ابنة مدينة بيت لحم النذور الدائمة لتصبح في ذلك راهبة في الرهبنة الكرملية، والتي اتخذت من دير راهبات الكرمل مقراً لها، كما واتخذت لنفسها اسم الأخت فريال للطفل يسوع. وقد جاء إبراز نذورها خلال القداس الاحتفالي في بساتين دير الكرمل في مدينة ميلاد يسوع له المجد، والذي ترأسه المدبر الرسولي للبطركية اللاتينية المونسنيور بيير باتيستا باتسابالا، وشاركه عدد كبير من الكهنة، وبحضور الراهبات والشمامسة والشخصيات وممثلي المؤسسات وذوي الأخت فريال والأصدقاء وجمع كبير من أهالي المدينة والأرض المقدسة، كما وأحيت المرنمة رباب زيتون والعازف لؤي زهر والجوقة ترانيم القداس بأجواء من الفرح والخشوع. يا رب بدونك نحن في عناء، بارك واحفظ شعبك الله. وخلال القداس استلقت الأخت فريال للطفل يسوع ووجه على الأرض خلال طلبة جميع القديسين، وبمشهد ذرفت فيه دموع الحاضرين فرحا لهذه المناسبة، ومن ثم تم إبراز النذور. وكانت الأخت فريال قد برزت نشاطاتها من خلال عملها في هذا الدير، وإضافة إلى نشاطاتها الروحية والتطوعية المتنوعة، فهي الإنسانة التي وهبت حياتها بتسليم مطلق للإله، وعطته أن يعمل من خلالها في الآخرين، فبذلت ذاتها وحياتها لخدمتهم، وغدت مثالاً حياً للآخرين في التواضع وكسر الذات. فيش شيء ممكن الواحد يحكي في يوم زي هيك، لأنه إن شاء الله نكون مستحقين إنه نخدم الكنيسة ونخدم أولادنا. إحنا بنلبس التوب هذا عشانكم وعشان العائلات، وخاصة بيت لحم بلدي. فبطلب إنكم تصلوا لي إنه الله يعطيني القوة إني أكمل، وأكون مستحقة للنذر اللي عملته، وأقدر إني أمشي فيه كمان بكل كلمة بكلمتها. شكرا لكم كثير. احنا كتير مبسوطين انه قدمنا راهبة لمذبح الرب، لانه الرب نعمه كبيرة ونعمه لا تحصى. فاحنا لما كانت اختي قررت انه تصير راهبة كان تقدمة يعني بسيطة للرب. احنا يعني ما بتتخيلوا حجم السعادة اللي احنا فيها، مع انه يعني انسكبت الدموع الكتيرة، بس السعادة من الدموع هي اللي فرجت مقدار السعادة اللي احنا فيها. احنا اليوم مبسوطين كتير عشان في عنا راهبة جديدة، لانه مش دائما بيكون عنا راهبات جداد. واحنا المزبوط منصلي لاجل سير فريال، وهي منطلب منها كمان تصلي لنا، وربنا يتمم ويعطيها القوة على الاستمرار في خدمة الكنيسة وخدمة الناس جميعا. اليوم احتفلنا بتقديس بنت بيت لحم، بنت فلسطين، الاخت فريال قراعة، ارتسامها الاخير برهبنة الكرمل، ونتمنى ليا ربي العطاء والخير، وتكون دعوتها مباركة من عند ربنا. إلى الأزل.
وبعد القداس أقيم حفل استقبال وتهاني للأخت فريال للطفل يسوع في بحات وبساتين دير الكرمل. للنورسات مارلين الحدوة من دير الكرمل بيت لحم.